إنزال المني عن قصد وعن عمد بشهوة هذا يفسد الصوم، لكن لا أعلم دليلا على الكفارة، لا أعلم دليلا على الكفارة. يعني من أنزل الشهوة المنية بقصد وبعمد فسد صومه وبطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة، إذ لم تثبت الكفارة المغلظة إلا في الجماع فقط، إلا في الجماع فقط. أما من نزلت شهوته في نهار رمضان وهو صائم، احتلم ونزلت الشهوة في نهار رمضان وهو نائم، فلا شيء عليه إطلاقا، وليغتسل وليتم صيامه وصيامه صحيح.